السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا أولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم لفئة كبيرة جدا من الشعب. موضوع مهم لمين؟ لسائقي التكاتك. أيوة، احنا موضوع النهاردة حلقتنا عن التوك توك. التوك توك اللي بنقول عليه الريكاشة اليابانية. ايه الريكاشة اليابانية دي؟ الريكاشة اليابانية دي كانت العربية اللي كان بيجرها انسان، عجلتين بيجرها انسان. فضلت تتطور لحد ما وصلت للشكل التوك توك اللي انتوا عارفينه، ووصلت بعد كده لأكتر من دولة، الهند ومنها والسودان ومصر ودول كتير. كان التوك توك وسيلة انتقال بسيطة وسهلة، لكن التوك توك بالرغم من انه بسيطة، وسيلة انتقال بسيطة وسهلة، لكن للأسف ليه مشاكل كبيرة جدا وليه مخاطر فظيعة. أول حاجة خالص هنبتدي نتكلم فيها، الناس بتشتكي من ان التوك توك بيطلع بره الشوارع العمومية، ان التوك توك بيتحرك كمان بشكل عشوائي، اللي سايقين التوك توك أطفال صغيرين. طيب كل الكلام ده كان في قوانين تحدده؟ كان في قوانين، لكن للأسف القوانين لم يتم تفعيلها بالشكل الكافي. فنلاقي مثلا ان الإحصائيات بتقول ان عندنا في مصر ما لا يقل عن 5 مليون توك توك. 5 مليون توك توك 2020، احنا اخر احصائيه للجهاز المركزي بيقول ان كانوا 2018 كانوا حوالي 3 مليون توك توك تقريبا. اللي مسجل منهم فقط هو الربع والباقي غير مسجل، يعني مفيش لا لوحات معدنيه ولا نعرف مين اللي بيسوق ولا فيش وتشبيه للسائق ولا اي شيء من ده. طيب احنا دلوقتي تعالوا نشوف كده التوك توك ازاي بيتساق وبيتساق فين ومين اللي بيسوق. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. الفيديو ده تحديدا بيسوقه شاب وبيحاول يختطف شاب تاني، ولد صغير في سن المدرسة. كاميرات، لو هتلاحظوا هتلاقوا ان دي كاميرات في احدى الشوارع سجلت المشهد اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. طفل في اعدادي وبيحاول، واحد بينزل ويحاول يشده للتوك توك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان التوك توك بالشكل ده غير امن. ليه؟ لان اللي راكبه عارف ان مفيش اي طريقه او دليل هيقدر نوصل بيه لهذا الجاني. طبعا بقى ممكن يتم استغلاله في ترويج مخدرات، ممكن يتم استغلاله في سرقه اعضاء، ممكن يتم استغلاله في اختطاف الفتيات. كل ده وارد انه يتم بالتوك توك. تعالوا نشوف كده تاني الفيديو ده على الطريق السريع، فيديو تاني من فضلك على الطريق السريع. خلي بالكم المفروض بنقول ان القانون قال حاول ان هو يقنن الموضوع ويخليه ان التوك توك ما يتحركش الا في الاماكن الضيقة، يعني الشوارع الضيقة، يعني الحارات، يعني القرى. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده يا جماعة على الطريق السريع، اتفرجوا معايا. الولد بيلعب، طبعا واضح ان هو ولد في مرحلة المراهقة، وبيهزروا مع بعض وعلى الطريق السريع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بيلعب بهذا الشكل. يعني ممكن تحصل يعني كارثة، ممكن عربيات تتقلب بسبب هذا الشكل، ممكن الولد ده يموت والسائق اللي معاه يموت. كل ده استهتار بأرواح الناس اللي على الطريق السريع، وأيضا لأنه برضو يأمن أنه مش حد هيقدر يجيبه. مفيش لوحة، مفيش أرقام، مفيش فيش، مفيش حاجة بتقول مين اللي راكب التوك توك ده. كده بالمنظر ده نقدر نقول ان التوك توك، واحد هيجي يقول لي على فكرة انت بتتكلمي ازاي، ده التوك توك فاتح بيوت كتير. ايوة حقيقي التوك توك فاتح بيوت كتير، لو اللي شغال عليه 5 مليون يعني تقريبا اضرب في 2 لو بيعملوا ورديات. لكن في ايجابيات، لكن في سلبيات لازم تنتهي ولازم نقضي عليها. ابسط الامور، لو جينا اتكلمنا عن طالب المدرسة اللي بيتسربوا من المدرسة، أطفال صغار بيتسربوا من المدرسة، وسمعت ورأيت بعيني أب يحاول أن يثني ابنه، يثني ابنه عن أنه يكون في مدرسة ويقول له اشتغل على توك توك. وبالفعل أطفال دون سن 13 سنة وأصغر بيسوقوا توك توك.
المشكلة بقى مش بس كده، مش بس أطفال بتهدر طفولتهم في سواقة التوك توك والتعامل مع الشارع، ده كمان ممكن الطفل ده في حملات سرقات بتكون اختطفوا الطفل يقتلوه ويسرقوا التوك توك، يعني جرائم متكاملة. طب تعالوا بقى نشوف أثره على الحرف. الحرفة الصنعة الناس اللي هي بتعلمها من أسطى لأسطى، لما فجأة ما يلاقيش الولد اللي هيعلمه، لما فجأة يلاقي إن الصنعة بتاعته تدريجيا بدأت تندثر لأن مفيش اللي هيعلمه. صناعات كتيرة، دوكو، سمكرة، صناعات كتيرة جدا مهمة جدا، ولكن للأسف التوك توك سرق الصناعية، سرق اللي بيشتغلوا مثلا في المجال الصحي اللي هو السباكة، سرق اللي بيشتغلوا في السمكرة. تعالوا كده نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. محمد شغال يا محمد سمكرة سارة. طيب في مشكلة عندك في العمالة الصبيان، يعني انا شايف الفتره الاخيره ان مفيش صبيان في الورش. طبعا ده إيه السبب؟ مشكله كبيره طبعا. رقم واحد التكاتك، رقم اتنين الاهالي مش قادره تسيطر على اولادها سيطره كامله، فطبعا الولد بينزل بشكل اسهل اللي هو يجيب فلوس اسهل، مش مهم يتعلم او ما يتعلمش. فطبعا دي عامله مشكله في جميع الحرف، يعني اللي هي السمكره والذكر والميكانيكا والكهرباء والحداده والالوميتال، كل جميع الحرف. ليها اثر في المستقبل يعني؟ لا، في المستقبل هتبقى في شبه انقراض. تمام. الحرف دي تقريبا هتنقرض في خلال كام سنه اللي جايين دول. احمد عويضه الحداد للفروشيه. مشكله التكاتك ان المهن والصنعة بتاعتنا او النظارين او الحدادين او المهن الحرفيه اصلا والفنيه هتنقرض. مفيش صبيان، يعني مفيش حد يطلع من تحت ايدك، مفيش حد تعلمه اللي انت اتعلمته، مفيش حد تشيله من بعد منك. هتعرف على اسمي مدحت السني. مدحت السني، حاج مدحت، ايه المشكله اللي انت بتعانيها في المهنه دي؟ يعني مفيش، يعني بيقولوا ان هي مرتبطه. بقالي شغل كبير ما بعرفش اخده عشان قله العماله. طيب ايه سببها؟ مفيش عماله، سببها المصيبه بتاعتنا في توك. اي حد دلوقتي بيستاذ عشان تجيب العامل دلوقتي يشتغل ب 40 50 جنيه، يقول لك انا بقعد على التوك توك بجيب ال 50 60 جنيه، ويا ريته حتى بيصرفوا في البيت بياخدوه في المخدرات. تمام. فبقت ظاهره للاسف، ولا مرخصين ولا منيلين، وبقت شغل اللي ملوش مشغله. يعني انت لو بتجيب عماله صغيره بيهربوا يعني او بيسيبوك؟ عماله صغيره اللي هو مثلا 13 سنه 14 سنه اللي في الاجازه الكلام دوت، بيجي يتعلم صنعه، لان الصنعه دلوقتي خلاص اخر الفتره ديت اللي هو الجيل بتاعنا دوت، بعد كده مش هتلاقي صنعه تاني لاي مهن، حداده، نجاره، لسيراميك، لاي حاجه. بعد كده خلاص بقى تبقى الناس كلها متكله على التكاتك. يعني يقضى المهن في المستقبل؟ طبعا، ده اكيد. هي ديت 20 سنه مش هتلاقي اي واحد صنايعي. ما دلوقتي الولد بينزل من البيت يركب التوك توك براحته، يشغل تسجيل، يشرب سيجاره، اللي هو عايزه، اللي هو عايزه بيعمله. تمام. ويطلع بقى زي ما يطلع بقى. طب هروب يعني الاطفال او الشباب الصغير اللي هو المفروض ان المهنه تقوم عليه في المستقبل، انا لسه حتى سالت الاسطى احمد، هل سببه ان المهنه تقيله؟ يعني مثلا ما في مهن خفيفه، يعني مثلا زي النجاره، زي ده سببه ان المهنه تقيله، ولا هو فعلا مرتبط بالتكاتك بس؟ لا، في طبعا مهن مقرفه وبتاخد وقت اكتر من التوك توك طبعا. بس بيبقى صنعه، بيبقى ليك كيان بعد كده، بيبقى ليك شكل وليك كيان وليك وضعك في المجتمع. تمام. تبقى صاحب محل في يوم من الايام، يعني تبقى ركن اساسي في المجتمع يعني. شفنا الفيديو وكلام الاسطوات في الورش ان هم مش لاقيين صنايعيه يشتغلوا ويعلموهم. على فكره اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اصبح وسيله سهله ممكن يجيب بيها الولد او الشاب، يجيب بيها مصاريف ويجيب بيها يعني دخل كويس بدون تعب وبدون تعلم، يعني مفيش حاجه يتعلمها. حتى السواقه نفسها على فكره، اللي بيسوق توك توك مش بالضروره ان هو يعرف يسوق العربيه اللي هي البنزين العاديه. طيب تعالوا كده نشوف ان التوك توك في حالته دي ايه القرارات اللي ظهرت السنة اللي فاتت في شهر 9 تحديدا. ايه القرارات اللي ظهرت اللي رئيس مجلس الوزراء اتكلم فيها بهدف ان نبتدي نعمل عملية استبدال للتوك توك ده بميني فان، سيارات او عربيات ميني فان. عايز اقول لكم الحاجة مهمة جدا، ان عدد مصانع
التكاتك اللي بتستورد قطع الغيار التكاتك حوالي 5 مصانع تقريبا ما بين اكتوبر وما بين السويس، ويعني بيغذيها حوالي 15 ورشه، بيشتغل فيها حوالي 1500 شخص بيتعاملوا مع هذا النوع او هذا الشغل وهذا المجال. اذا انا عندي عماله كبيره وعندي ايضا شغالين على التكاتك اعداد كبيره. طيب الحل ايه؟ رئيس مجلس الوزراء قال احنا عايزين نستبدل الميني التكاتك بسيارات الميني فان عددها 7 راكب، وفي نفس الوقت بتكون بالغاز الطبيعي، يعني معنى كده ان مش هيبقى فيه تلوث للهواء، بالاضافه كمان ان احنا هنقدر نسيطر على العشوائيه اللي موجوده للتكاتك. طب كمان ايه كمان؟ ده بس مش بس نقدر نسيطر على العشوائيه، ده احنا هنبتدي نوجه الطفل اللي بيسيب مدرسته ارجع من فضلك لمدرستك تاني. الشاب اللي بيكملش تعليمه بحجه ان هو مش التعليم مش هيجيب همه، الثقافه اللي بتصدر لشبابنا، تعليم ايه؟ هم الدكاتره خدوا ايه؟ الكلام ده كله كلام مغرض وكلام هدفه هدم المجتمع. الشباب لازم تكون ليك هدف ولازم تتحرك بهدف يساعدك انك تتعلم ومداركك تكبر وتقدر تحقق لنفسك بكره. بكره مش في التوك توك ده فقط، هيجي واحد تاني سمعه هناك خالص بيقول لي على فكره انا كنت شغال في مصنع والمصنع اتصفى، لولا التوك توك كان بيتي اتقفل. انا في اللقطه دي لازم يكون لينا رد تاني. تعالوا نشوف البنت ازاي تقدر تنزل وتركب توك توك علشان تصرف على اسرتها. شوفوا الفيديو ده نرجع تاني. الناس كانت بتقعد في البيت مش لاقيه الجنيه او مش لاقيه اللقمه تاكلها، فانا استحاله ان انا افضل قاعده في البيت زي الناس واخواتي مثلا ما ياكلوش او ماما تطلب مني حاجه وما اديهاش. احنا كان عندنا توك والسواقين بهدلوه، فاخويا اضطر ان هو ينزل السواقين وهو ينزل يشتغل عليه، فلما نزل يشتغل عليه السواقين فضلوا يتراجعوا عليه واللي ياخد منه فلوس واللي يقول له اديني كارته انت لسه سواق جديد. نزلت انا على التوك توك قلت انا هعرف احمي نفسي انا كبيره عم، وفعلا نزلت واجهت كل اللي كان بيحصل. بابا لما انا قلت له نزل اشتغل على توك توك اولا ما اعترضش، قال لي الشغل مش عيب، بس لما نزلت بعديها بفتره عمي راح متخانق معايا وقال لي ما ينفعش ان انت تنزلي على توك توك، انت عايزه تفضحينا في العيله وانا مش هكلمك تاني ومش هخلي بناتي ولا عيالي يكلموكي تاني. واستعاروا مني ان انا بسوق توك توك. انا عندي سداده اسوق يومين مع بعض 48 ساعه 24 ساعه، مش هتعب من السواقه، بس اللي انا بتعب منه نفسيا الناس. عمري ما خرجت من البيت مثلا يوم كامل ومحدش مثلا ضايقني. زي ما شفنا بالظبط ان التوك توك ليه سلبيات وبيعمل مشاكل كتيره من عمليات سرقات وممكن عملية اغتصاب لبنات وخطف، برضو التوك توك ليه ايجابيات. البنت اللي تحدت انوثتها ولبست العبايه ونزلت تركب التوك توك عشان توفر مصاريف البيت، طبعا ده شيء يحترم. الرجل اللي خرج على المعاش ومحتاج يضاعف او يزود دخله لان معاشه يكاد يجيب له العلاج، نزل على التوك توك. ناس كتير جدا من الشعب المصري نزلوا على التوك توك علشان يساعدوا اسرهم وعشان يوفروا. طيب احنا دلوقتي امام جهتين، امام امرين، انت عايز او احنا عايزين نقضي على التكاتك وشكلها شكل غير حضاري، ولا عايزين التكاتك تستمر لانها فاتحه بيوت. اولا احنا مش ضد ابدا التوك توك كانه كاداء تساعد الناس، لكن احنا ضد تفعيل التوك توك بهذه الصوره وشكله الغير حضاري في المكان وعدم وجود عامل الامان. تعلمون ان شكل التوك توك نفسه صناعه غير امنه، يعني بمعنى ما فيش ابواب ما فيش حزام للامان، كل ده غير امن. طب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب اننا نمره واحد يا اما نقنن وجود التوك توك في قرى معينة شوارع محددة بتحددها الدولة
وفي نفس الوقت ندي للتراخيص للشغالين على التكاتك. الاطفال اللي بيشتغلوا على التكاتك ما ينفعش ابدا طفل دون ال 12 سنه او اقل يركب توك توك ويعرض حياته وحياه الناس للخطر. محتاجين اننا نقف بشكل ايجابي، اننا نقضي على الظاهره وفي نفس الوقت لا نضر بمصالح الناس اللي شغاله فيها. يعني الميني فان اذا كان في حد هيقدر يتفاعل او يشتغل على الميني فان بعد ما يتم عمليه تقييم ثمن التوك توك وبعد كده يبتدي يروح للبنك ويبتدي يشوف يخصم القيمه اللي تم خصمها من التوك توك ويبتدي اقساط، اوكي الدوله هتساعدهم، يبقى شيء رائع. لكن احنا دلوقتي امام تساؤل بنطرحه دلوقتي على المسؤولين، لان على فكره انا حاولت اتصل بكثير من المسؤولين وبخاصه المستشار الاعلامي لوزاره التنميه والتنميه المحليه، ولكن للاسف مفيش استجابه. احنا بنبحث وبنحاول نوصل لنتيجه وبنطرح عليكم السؤال، ايه الحل في مشكله التكاتك التي ما زالت رغم كل القرارات اللي بتصدر واللي بتقال واللي مكتوبه على الورق، ما زلنا على ارض الواقع نرى التوك توك يقوم بعمليات ممكن خطف اطفال، ممكن ترويج مخدرات، ممكن اغتصاب فتيات، ممكن حوادث قاتله. حقيقي القضيه مهمه جدا، ومش معنى ان احنا بنقول احنا محتاجين للتقنين ان الامر هيترك بهذا الشكل، لكن انا واثقه تماما ان الجهات المعنيه سوف تتخذ اجراءات اكثر جراه واكثر قدره على انها توازن ما بين شكل حضاري لبلدنا وفي نفس الوقت لا نقف امام مصالح الاخرين. أشكركم وإن شاء الله بأمر الله أشوفكم الأسبوع القادم في قضية جديدة من مساء الخير يا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.